تعالوا إلى بعض كلماته المروية عنه. والموضوع الأول هو موضوع العلاقات الإنسانية، المودة وتأثيرها في علاقات الناس ببعضهم البعض، كيف نؤاخي الناس، ومن هو الذي نؤاخيه ونصادقه، وما هي صورة الرجل الصالح الذي نتمثله لنجعله الأخ والصديق. لأن المسألة أيها الأحبة في هذا العنوان هي مسألة حيوية في كل حياتنا، لأن تأثير الصديق والأخ في حياة الناس هو تأثير كبير جدا، لأننا نتأثر بمن نؤاخيهم ونصادقهم بشكل قد يتمثل في السلبية في أخلاقياتنا وسلوكنا عندما يكون الصديق والأخ سائرا في طريق السلبية، أو في الإيجابية عندما يكون سائرا في طريق الإيجابية. لأن المسألة هي أن هذا الإنسان الذي ينفتح قلبك على قلبه ربما ينفتح عقلك من خلال ذلك على عقله، وتنفتح حركتك على حركته. لذلك لا بد لك من أن تختار هؤلاء، لأنك إذا أسأت الاختيار أسأت تخطيط المستقبل، وإذا أحسنت الاختيار أحسنت تخطيط المستقبل. لأن تأثر الإنسان بمن يصاحب قد يكون لا شعوريا، ومشكلتنا أيها الأحبة أن منطقة اللاشعور التي تنطلق مما نمتصه مما نرى ونسمع ونعيش هي التي تحكم أكثر خطوط حياتنا. لو فرضنا فكرنا في كل ما نملك من طباع أو ما نعيش به من أخلاق أو نتحرك به من خطوات لرأينا أن أغلب هذه الأمور منطلقة من واقع لا شعوري يمتصه الإنسان من بيئته ومن خلال مشاهداته ومن خلال كل أوضاعه الاجتماعية. أما الأشياء التي نختارها نحن فقد لا تكون نسبتها نسبة 25%. إن أغلب ما نعيشه في حياتنا هو ما يدخل في تكويننا الوجداني والعاطفي والثقافي بطريقة لا شعورية. ولذلك أريد لنا أن نحاسب أنفسنا دائما لنكتشف الأشياء التي زحفت إلينا من دون أن نختارها والأشياء التي اخترناها، لأنه ليس من الطبيعي أن تجعل مصيرك خاضعا لتأثيرات بيئية
أو تأثيرات عاطفية لم تملك أمامها أي خيار. تعالوا لنقرأ بعض ما روي عنه من كلمات في هذا المجال. الكلمة الأولى: في تأثير الجانب العاطفي على الإنسان، بحيث أن الإنسان الذي ترتبط به عاطفيا أقرب من الإنسان الذي ترتبط به نسبيا، لأن النسب لا يدخل في تكوينك، إنه مجرد علاقة بينك وبين إنسان آخر من خلال الأب فيما هي الأخوة، أو من خلال أي علاقة أخرى في نسب آخر. وأما المودة فإنه شيء يدخل في داخل شخصك كما أنه يدخل في داخل شخص الآخر. بالمودة تدخل أنت في شخصية الآخر ويدخل هو في شخصيتك، لأنها تمثل حالة اندماج يترك تأثيره في حياتك وحياته. القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، لأن الناس يتلاقون بالمشاعر وبالأحاسيس وبالأفكار ولا يتلاقون بالجسد. أخوك علاقتك به علاقة جسدية، لأنك انطلقت من النطفة التي انطلق منها، ولأنك عشت في الرحم الذي عاش فيه. أما غير ذلك فليست هناك علاقة بينك وبينه إلا علاقة الفطرة. فإذا لم تضف المودة إلى الأخوة النسبية كانت الأخوة لا تمثل شيئا. القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة، من كانت المودة سلبية وإن قرب نسبه. يا بني، في وصيته لولده: لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. عندما تريد أن تصادق شخصا حاول أن تعرفه بكله. ما هي أفكاره؟ ما هي عواطفه ومشاعره؟ ما هو طريقه؟ ما هو انتماؤه؟ ما هي خلفياته التي ينطلق منها؟ ما هي مشاريعه التي يخطط لها؟ أن تعرفه بكله. ولا يجوز أن تؤاخي أحدا لا تعرف إلا جانب السطح من شخصيته، لأن الأخوة ربما تؤثر فيك ليكون عقله عقلك وقلبه قلبك ولتكون حياته حياتك. لأن المسألة هي أن تأثيره السلبي والإيجابي أعمق من كل تأثير. قل لي من تصادق أقول لك من أنت. صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، والريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. ولا فرق بين النتان المادية والطيب المادي والنتان الروحية والأخلاقية والثقافية والسياسية والاجتماعية إلى آخر القائمة. وكم نجد كثيرا من الناس ضلوا لأنهم آخوا أناسا كان عمقهم عمق الضلال،
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ماذا فعلت، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كم من الأصدقاء ممن يخذلونك عندما تقع الواقع.